احنا هلا بوسط دائر مرليس الطوق زحلي يلي هو تابع من أديارنا للرهبنة البسيلية الشويرية اللي مركزها الأم بالخنشارة. بلشت رهبنتنا بالمرحلة التأسيسية 1696-1710، وكان حضورها نظرا لأهمية مدينة زحلة وموقعها الوسطي ما بين الخنشارة وما بين تحديدا راس بعلبك يلي كان في داير كمان هونيك، عملنا بال 1754 تواجد بزحلة. هلا 1773 اسسنا الكنيسه هون، كنيسه الدير. هالدير تعرضت 3 مرات للحريق الكبير، اول مره بال 1777، بال 1791 بمجازر المشهوره 1860، وانقتلنا اخ من الاخوه بقلب الدير. اذا تعرضت 3 مرات للحرق، بعدين حاولنا بالترميم سواء القديم والترميم الجديد الأخير يلي هو بال 1999-2000 بلشنا رينوفاسيون للدير، ريستوراسيون، وحافظنا على الكاشي هيستوريك تبعوله، الكاشي القديم، حتى يعني جبنا حجارة من برا عمرة من عمر حجار الدير، من بيوت قديمة من زحلي من نفس البيئة من نفس الطبيعة، وعملنا ريستوراسيون بالدائرة حتى نحافظ على هالكشي أنسيان إستوريك تبعو للدائرة. كنا حريصين نحافظ على الأرض مثل ما هي، البلاط الحجر إلى حد ما قريب، احتفظنا بالهيكلية المعمارية اللي كانت موجودة، مثلا سقف بقينا على الخشب كنا حريصين، وأكثر شيء منشوف البلاط يلي نقيناه من شيء أوتيل الصحة أو بيوت قديمة معروفة كانت بزحلة إنما تعرضت للهدم، كنا نجيب كمية بلاط كتير كبيرة نقدر نلاقي البلاط الصحيح حتى نحطه، والمش متأزي كتير. هلا منقدر نعمل جولة داخل الدائر، منشوف أول شيء مدخل الدائر اللي هو من المداخل يمكن المميزة هالساحة الكبيرة اللي عملناها. بتخدم الدير، بتخدم القاصدين الدير، وكذلك الأمر بتخدم المؤمنين يلي بيجوا بيصلوا بهيدي الكنيسة. عنا هون الكنيسة، كنيسة دير مرديس الطوع يلي مثل ما قلت عمرها 1773. هون ما كان في عنا هيدي العنطرة، جبناها من محل بزحلة ببناية كنا قصها بعد الشفتويات، هون زدناهم نحنا بيني إنه جديد، بس هيدا اللون يلي فيه تشيت حمر هو اساسا هيدا لون الحجر يلي جبناه، حبينا انه نحتفظ فيها حتى ما تروح هيدي الانطره، كانت انطره قديمه بزحله، وقلنا احسن محل يمكن الدير يلي هو مش لنا لكل العالم، هيدا الدير بيت الكل، فقلنا خلينا نحتفظ فيه هون عنا. الحمد لله انه عنا هيدي الانطره. نحن عملنا تبيه هون لأنه ما كان عندنا كفاية، لك شو حلو، يعني من أوائل البلاط اللي كان بزحلة. تحت الحكم العثماني بلشت نزعة مثل ما قالوا العائلة اللبنانية، وكانوا السبعين أهالي زحلة كمان تيعملوا أول جمهورية مستقلة. طبعا سبقها كتير من التحديات من أعمال البطولة، حتى بالأخير حصلوا على حق انه يحكموا زيتهم بزيتهم، وكانت اول جمهورية من 1857-1859 حكمت حيلة زحلة وعملت نشيد وعملت علم. العلم اكيد الاخضر رمز الخضار ورمز الدم كمان، حط بيعلوه الصليب هون، وعملت نشيد كمان لها، نشيد طويل. نحن كلنا بنعرف زحلة يا دار السلام فيك مربى الأسودي، هيدا هو النشيد، ولكن نشيد طويل مش الكل بيعرفه كمالته. نحن احتفظنا بالقصة مثل ما هي من 1855 كيف انعملت، واحتفظنا بالرموز، واليوم أكثر وأكثر عم نرجع نشتاق يكون عنا حنين. كل أهالي زحلة عم يرجع هيدا العالم الزحلاوي ينوضع ببيوتهم تيشعروا إلى حد ما أنه هن الجمهورية الأولى بالشرق المستقلة، بغياب أكثر شيء وتعرض استقلالنا لهزات كثيرة
عم يكون عندنا حنين لهيدا الاستقلال يلي كان بمنطقتنا هون. هيدا الصالون الكبير يلي نحن فتحناه على بعضه هيدا كان غرف، وكل اهل زحلي موجود بضمير زحلي هو هيدا الموقع بالذات، لان هون كانوا كل ابطال زحلي، كل شباب زحلي وقت الهجومات، وقت الحصار، وقت الحرب، كان هيدا مستودع ومخبأ أسلحة ومخبأ ناس هون. ومدافننا بتشهد على عدد كتير كبير من الشهداء يلي سقطوا دفاعا عن زحلي، سقطوا دفاعا عن زحلي حتى يحافظوا على كرامة زحلي. كان هيدا الدير هو الرمز، كان هو المكان، وكان هو القاعدة إذا بدك، القاعدة العسكرية الشعبية الشبابية، بدون ما يكون في أحزاب، بدون ما يكون في حدا. وتلقائيا كانوا الرهبان حتى يساهموا انه يقووا معنويات الشباب، يحموهم وبالوقت زيته يشكلوا درع حماية عن شرف وكرامة زحلة. فتحنا هيدي القوات كلها سوا على بعض على بعضها، والعقد هو من اجمل الابنية اللي مبنية بهيدا العقد الحجر. والحمد لله انه صار في عندنا صالون نستعمله للافراح، للمناسبات، للاطراح. هيدا صالون بتصرف كل اهل زحلة. إذن أكيد الرهبان بخروجهم لبرا، بعشهم للاستقلال، برؤيتهم للتنظيم يلي كان موجود بالحضارات الأوروبية، جابوا كمان هيدا الفكر وهيدي الحضارة معهم، وبلشنا نأسس إلى حد ما حول الدير ملجأ كتير كبير. أول شيء ملجأ لأنه كانوا يهربوا من راس بعلبك من الاضطهادات ويجوا على زحلة. أسسوا الرهبان حارة الراسية، بسموها الراسية، هي الأبنية المجاورة إذا بدك، هالمنطقة الكبيرة المجاورة للدير سموها الراسية، نسبة إلى أهل راس بعلبك اللي تهجروا هون من هونيك. كان بدنا كمان يخلقوا الرهبان مقومات العيش والصمود وأشغال حتى يقدروا العالم تثبت بأمكنتها. أسسنا المدرسة، مدرسة الكلية الشرقية 1898، أوتيل آدري من أهم الأوتيلات، يمكن من أهم المراكز يلي كمان لعبت دور سياحي ولعبت دور بالتاريخ. ومن هون انطلق كمان إذا بدك لبنان الكبير، من أوتيل آدري معروف تاريخيا، تأسس بالألف وتسعمائة وعشرة. أسسنا مجموعة من الكنائس، وكانت الشيء المميز أنه الرهبان مع شركة وولتر سيجار، قبل ما يكون في شيء اسمه كهرباء لبنان، كنا نحن عم نولد كهرباء لمنطقة زحلي. كان أكيد يمكن بكل بيت في لمبة أو لمبتين، ولكن كنا إلى حد ما مساهمين بوجود الكهرباء بزحلي. وبعدين هي كان أساس الامتياز بعدين، يعني وقت أجت كهرباء لبنان وصار في عندنا شركة ومؤسسة كهرباء لبنان، كنا نحن عم نكتفي بتوليد هون، فيمكن على أساسها أخذنا الامتياز يلي بعده مستمر لحد اليوم بزحلي. إذن هيدي كنيسة الدير، كنيسة مرليس الطوق، سموها الطوق لأنه كان في كذا رواية، مش حجيب سيرتهم هلا، بس هيدي الكنيسة على الرغم من حجمها يمكن الصغير، إنما بتتميز بالحجر الحلو، بالعقد، بالبناء وبقدمة، وبتتميز إنه حاملة إرث صلوات بيمتد إلى مئات السنين. ما بعرف هون إذا بنقدر نلقط شيء عن الحريق، لأنه قلت لكم إنه كذا مرة احترقت زحلة، وكان الدير كمان من جملة الأمكنة اللي كان حرقوها. احتفظنا بكم حجر ونحن عم نعمل قلش الكنيسة، لأنه ما كان مبين الحجر، كان مخبى بفترة من الفترات، صاروا يخبوا على طول الحجر والعقد على الرغم من جماله، بس ما كان يبين جماله بهيديك الفترة، اعتبروا انه الالوان هي اللي لازم تطغى. رجعنا بس اشتقنا للحجر، عملنا هيدي ورشة القلش. فبعدنا محتفظين شوي، كان هيدي كلها عواميد سوداء نتيجة الحريق بال 1860 يلي صار بلبنان وصاب زحلة، ومن جملتها صاب الدير. عندنا هيدا الايكونوستاز، الايكونوستاز هو حامل الايقونات، وأكيد ترمم، بس احتفظنا كمان بالطابع القديم تبعوله، بالطابع يلي نعمل فيه، وبيحمل مجموعة من الأيقونات، شفيع الكنيسة أكيد بدرجة أولى، مع المؤسس الرهبانية القديس باسيليوس الكبير،
وأكيد بيكون على طول بالبيب الملوكي، بنسمي هذا البيب الملوكي، البيب الأساسي بين الإيكونوستاس، بيكون على اليمين السيد وعلى الشمال العذراء. مار لييس دغري صاحب الكنيسة ومار باسيليوس عطينا.